اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام، إخواني وأخواتي، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة في فيديو جديد في قناة أبو يوسف بلوك. إن شاء الله في هذه الحلقة سنتكلم عن موضوع الأعمال الخيرية، الأعمال التطوعي في نفس الصفحة الأوروبية، لأنني أريدكم أن تذهبوا، لأن هذه أسهل فيزا، لا تطلب لا حساب بنكي، يطلبون مثلا كشروط يعني السنة وبعد الأحيان اللغة، أن تكون لك اللغة الإنجليزية أو اللغة المحلية، لكن ليس لها شروط كثيرة جدا. فكثير منهم يعني يستطيعون الطلب لهذه، الذين يدرسون في المدارس يستطيعون الطلب لهذه الفيزات، هذه الأعمال. فنتكلم هنا عن عمل تطوعي في مزرعة في بلد بلجيكا وفي منطقة الوالونيا، يعني هم يبحثون عن ناس في أنشطة لكي يساعدونهم، وكما العادة السكن والأكل والنقل المجاني، وسيتم تدريبهم وبطبيعة الحال تعليمهم للغة وكل شيء إن شاء الله سنشرحه بالتفاصيل في هذا الفيديو. فعليكم مشاهدة الفيديو من الأول إلى الآخر. بالنسبة لكيف الطلب، سترجعون إلى الفيديو يعني الأول الذي فعلناه البارح أمس، يعني هناك كيف الطلب وهي نفس الصفحة، ولهذا لن أكرر لكيف الطلب، سترجعون إلى تلك الفيديو. كل مرة أردتم أن تطلبوا في هذه الصفحة الأوروبية فعليكم فقط أن ترجعوا لتلك الفيديو، لأن الطريقة نفسها، يعني عليكم التسجيل في الصفحة الأوروبية أولا، وعندما تسجلوا أنفسكم يعني عندما تذهبون إلى أي عمل في بلدة أخرى فقط عليكم أن يعني تقدموا، ويتم التقديم مباشرة. إن كانت لكم شهادات يعني لغوية، شهادات دراسية مثلا، أو خبرات استرداتية، رسالة تحفيز، فتستطيعون تحميلها في الصفحة الأوروبية، وسيبقى كما بنك يعني معلومي، وهذا بالنسبة لكم يعني إنه جيد. لا تنسوا كما العادة، لا تنسوا إخواني وأخواتي الإعجاب بالفيديو، شاركوا الفيديو مع جميع أصدقائكم، وشاركوا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، دعوا اللايك واضغطوا على الجرس لكي دائما يأتيكم الجديد، وبطبيعة الحال اكتبوا التعليقات. إخواني وأخواتي، سنبدأ في شرح الفيديو على إن شاء الله. كما قلنا إخواني وأخواتي أعزائي الكرام، إنه عمل تطوعي في مزرعة الجالو الرومانية، يعني أخشيو باك مالانج، في بلجيكا في منطقة روشيفورت. وهذه المؤسسة هي مؤسسة غير ربحية، يعني مؤسسة غير يعني خيرية خارج الحكومة، وتتمثل أهدافها في تعزيز التراب وحماية ونقل وتبادل المعارف حول تاريخ الجالو الروماني من خلال المعرفات والتقنيات، لإحياء الماضي من خلال الأبحاث العلمية القائمة على الآثار التجريبي من خلال الحيوانات التي تعيش في هذا الموقع، وإعادة اكتشاف من التقنيات القديمة. وستكون المهام المتطوعين هي المساعدة في المهام اليدوية في الغالب البستنة، وتثبيت الأسور والتقليم وبناء المجالب والرجسور، والعناية بالحيوانات لمساعدة الفريق في صيانة المواقع الأثر إلى حد الأقل. للمزيد من المعلومات تستطيعوا أن تقرأوا جميع هذا ما يقال هنا لكي لا أطيل عليكم هذا الفيديو. وكما قلنا في البداية، وفي هذه الصفحة الأوروبية لجميع الأعمال الخيرية تقريبا دائما السكن والنقل وأحيانا الطعام يكون يعني مجانا، يعني تتكلف بالمؤسسة الخيرية. فهنا أيضا يعني سيحصلوا، يقول يعني هنا المؤسسة تقول سيحصل المتطوعين على غرفة خاصة في منزل أو شقة مشتركة مجهزة بالكامل في مدينة روشيفورت مع متطوعين آخرين. هنا بالنسبة للطعام يقول يعني ستحصل على مصروف يعني لميزانية، والمتطوع سيهتم بالوجبات بنفسه، وأيضا سيحصل المتطوع على بدل صغير يعني مصروف الجيم للنفقات الشخصية طوال مدة النشاط. وكأي مؤسسة خيرية يتم تدريبك على هذا النشاط، وبطبيعة الحال تعليمي اللغة الفرنسية. فهنا أنت تضرب عصفورين بحجرة واحدة، تتعلم يعني مهنة وتتعلم اللغة مجاني، وتحصل على مصاريف
والسكن والطعام والنقل المجاني. أما السؤال اللي من هي الدول التي يتح لها الدفع الطلب لهذا العمل؟ ففي طبيعة الحال تقريبا جميع دول العرب. في هذا العمل شروط هذا العمل يعني هنا لا يتحدثون عن اللغة، لكن على المتطوع عليه أن يحب هذا العمل، أن لا عليه أن لا يخاف من الحيوانات، أن يحب الطبيعة، أن تكون له مهارات في البناء، وهذا ما يطلبه، وسيطلبون لك شهادة حفظ السيرة والسلوك. أما للمدة فالمدة هذا النشاط هو 52 أسبوعا ما يقارب تقريبا سنة، من 1 مارس 2023 إلى 29 فبراير 2024، يعني تقريبا سنة كاملة. وأهم شيء وهو آخر موعد للتسجيل وهو 11 ديسمبر المقبل، يعني لكم 21 يوم ابتداء من اليوم. إخواني وأخواتي أعزائي الكرام، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. كما العادة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، شاركوا الفيديو مع جميع أصدقائكم وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي، دعوا اللايك، اضغطوا على زر الجرس لكي دائما يأتيكم الجديد، واكتبوا التعليقات، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله. Ask me about love.